اتحاد الجامعات الدولي هو مظلة أكاديمية من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يضم في عضويته أكثر من 107 جامعات وما يزيد عن 900 عضو من الأكاديميين والخبراء وذوي الاختصاص، كما يسعى ليكون منارة رائدة للمعرفة في المجال الأكاديمي، ويدعم التعاون الوثيق وتنسيق الجهود والمساعي الدؤوبة لتطوير الجامعات وتحفيز التميز وتأكيد مراقبة الجودة والاعتماد. ويمنح الاتحاد العضوية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وعضوية فردية للأكاديميين. خلال السنوات الماضية نشط اتحاد الجامعات الدولي في العديد من المجالات التي تخدم المسار الأكاديمي وعلى مستوى الفعاليات والمؤتمرات العلمية المخصصة والمعارض الأكاديمية الدولية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ومؤتمرات إعلامية للجامعات الأعضاء، حيث أقام الاتحاد 30 مؤتمراً دولياً وعشرة معارض دولية للجامعات والمؤسسات الأكاديمية، إضافة إلى عدة شراكات ثنائية وقعها الاتحاد مع وزارة التربية والثقافة والتعليم العالي الصومالية ووزارة الأوقاف الكويتية ووزارة التعليم الليبية ونقابة موظفي التعليم الجامعي الليبية وهيئة الأمم المتحدة ومفوضية الشؤون الثقافية واتحاد الجامعات العربية. كما يسعى الاتحاد لمساعدة الجامعات الأعضاء في التطوير وإعداد البرامج وتوظيف بعض الأكاديميين، كما حرص الاتحاد على تقديم كل التسهيلات للجامعات الأعضاء من خطابات رسمية واستضافات في الفعاليات وتبني المقترحات وتسهيل المهمات الأكاديمية والعلمية، إضافة إلى المساعدة في تنظيم المؤتمرات للجامعات الأعضاء واحتفاليات التخرج لطلبتهم. ويهدف الاتحاد إلى توثيق التعاون بين الجامعات، تنسيق جهودها فيما بينها ومع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وخاصة فيما يسير مستجدات العصر وتقنيات التعليم وأنماطه الحديثة، دعم عمليات تطوير أداء الجامعات واستقلالها وتأكيد الحرية البحثية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس فيها وحماية حقوقهم وتقوية أواصر التعاون بينهم، إجراء وتشجيع النشاطات والخدمات التدريبية والأبحاث العلمية في نطاق أهداف اتحاد الجامعات الدولي، وذلك في التنمية البشرية، السعي لتأمين منح دراسية من الجامعات الأعضاء في الاتحاد وتدريب الهيئات التدريسية بهدف تمكينهم الدائم والمشاركة في استيعاب الأنظمة المتطورة في ميادين التطبيق النظري والعملي للعلوم، دعم وتحفيز التميز والإبداع وتشجيع الأنشطة الطلابية المشتركة بين الجامعات العربية والعالمية، وضع الإطار التنظيمي لمؤسسات التعليم العالي المتخصصة ودعمها في البرامج العلمية وتطويرها لتواكب متطلبات وحاجات المجتمع، إجراء الدورات التدريبية الإدارية لتأهيل الكوادر والأفراد والإدارات والمؤسسات ومؤسسات الدول العلمية، التعاون لضبط جودة التعليم الجامعي والعالي وضمان نوعيته والسعي لتحقيق الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجامعات العربية، تقديم الاستشارات للجامعات والأكاديميين، تنظيم المؤتمرات الدولية والفعاليات العلمية.